يسعدني في هذا اليوم أن أتقدم بالشكر وامتنان العميقين من خلالكم إلى كل من قدم لنا بيد العون والمساعدة من قريب أو بعيد طيلة فترة جمع التوقيعات من كل ربوع الوطن. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تجاوبها ومرافقتنا لنا، والشكر موصل إلى وسائل الإعلام لتغطيتها وتواصلها مع الطقم الحملة.